بسم الله الرحمن الرحيم. معالي الدكتور محمد مختار جمعة المحترم وزير الأوقاف المصرية، معالي السيد رئيس الجلسة وكيل مجلس النواب المصري محمد أبو العينين، السادة الحضور كل باسمه وعنوانه، السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. في البداية أود أن أعبر عن سعادتي الكبيرة للمشاركة في هذا المؤتمر الدولي الذي يأتي في توقيت هام، مثمنا الجهود الكبيرة التي تقوم بها المؤسسات والقيادات الدينية في جمهورية مصر العربية لتعزيز الحوار بين أتباع الأديان والثقافات المختلفة ورفع مستوى الوعي بالقيم الإنسانية المشتركة بين البشرية جمعاء. الحضور الكريم، تقوم السنن الكونية على مفهوم الاختلاف، مما يفرض الحاجة الدائمة إلى الحوار الإنساني في كل وقت في كافة المجالات، باعتباره الخطوة الأولى والأساسية في طريق التعايش السلمي المشترك، كما أنه المدخل السليم في محاربة الفكر المتطرف الذي تسعى إلى نشره التنظيمات الإرهابية المتطرفة. ولعلكم تتفقون معي أن أول العناصر الحاكمة للحوار بين الأديان والثقافات المختلفة هو الإيمان الكامل بجدوى الحوار ذاته وأهميته في إزالة سوء الفهم والأحكام المسبقة الخاطئة التي حكمت العلاقة بين أتباع الأديان المختلفة لعقود طويلة. وثاني هذه المحددات هو الاعتراف بالاختلاف والقبول به كشرط لبدء الحوار ونجاحه. وثالث هذه المحددات هو مشاركة جميع المؤسسات في ترسيخ ثقافة الحوار. وفي هذا السياق، فإن البرلمانات في دول العالم المختلفة تتحمل مسؤولية كبيرة في نشر الفكر المستنير ومكافحة العنصرية والتعصب ودعم الجهود الإقليمية والدولية التي تهدف إلى تعزيز ثقافة الحوار وإنهاء الصراعات المختلفة وتثبيت دعائم الأمن والاستقرار حول العالم. الحضور الكريم، لقد شهدت الفترة الماضية مبادرات هامة لتعزيز الحوار بين الأديان وترسيخ نهج الاعتدال ونبذ التعصب وتعظيم القيم التي تدعو إلى إشاعة المحبة والسلام بين البشر على نحو ما أكدته وثيقة الأخوة الإنسانية التي تم توقيعها بين فضيلة الإمام الأكبر الشيخ أحمد الطيب شيخ الأزهر الشريف وقداسة البابا فرانسيس بابا الفاتيكان وغيرها من المبادرات العالمية التي تدعو إلى الحوار بين الأديان والحضارات. وإنني أدعو من خلال هذا المؤتمر الدول الهام كافة برلمانات دول العالم إلى العمل على ترجمة مبادئ هذه الوثائق إلى تشريعات تحقق مقتضياتها على أرض الواقع. ومن هنا تأتي المسؤولية الكبيرة الملقاة على عاتق البرلمانيين في تعزيز ثقافة الحوار بين الأديان والثقافات المختلفة. ولا يفوتني أن أشير في هذا السياق إلى الزيارة التاريخية التي قام بها قداسة البابا فرانسيس بابا الفاتيكان إلى جمهورية العراق ولقاءه المرجع الأعلى للشيعة سماحة السيد علي السيستاني ودعوته إلى تعزيز الاستقرار والسلام في العراق. وقد حملت هذه الزيارة رسائل هامة بشأن التضامن والمصالحة والمحبة والوحدة الوطنية
وغيرها من المعاني الإنسانية النبيلة التي تكتسب أهمية خاصة في ترسيخ قيم التعايش المشترك بين جميع الفصائل والطوائف العراقية، فضلا عن تعزيز الأمن والاستقرار ونبذ العنف في كافة أنحاء العراق. الحضور الكريم، إن البرلمان العربي يولي أهمية كبيرة لتعزيز الحوار بمفهومه الشامل، ويؤكد دعمه الكامل لكافة الجهود والمبادرات التي تهدف إلى ترسيخ قيم التسامح وتعزيز ثقافة الحوار بين الأديان والثقافات المختلفة. ولعلكم تتفقون في أن مشكلة الإرهاب تمثل واحدة من أخطر المشكلات التي تهدد أمن المجتمعات على اختلافها، وتمثل مصدرا للعديد من القلاقل والاضطرابات التي تهدد خطط ومشروعات التنمية في العالم أجمع، في وقت تشتد فيه حاجة هذا البلدان إلى تنفيذ خطط التنمية وتطويرها. ولهذا يدعو البرلمان العربي دائما إلى تحديث المنظومات التشريعية القائمة في الدول العربية، وسن تشريعات وقوانين من شأنها التصدي لخطاب الكراهية والعنصرية والتعصب، ومحاربة التطرف والإرهاب، وتحقيق الترابط المجتمعي المبني على التعايش المشترك، وإعلاء أسس ومبادئ المواطنة التي تتناغم مع المواثيق الدولية لحقوق الإنسان والعدالة الاجتماعية واحترام الحرية والكرامة الإنسانية. في الختام، أجدد شكري لجميع القائمين على أعمال هذا المؤتمر، وأشكركم على حسن الاستماع، والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.